في يوم 6 أكتوبر 1973 جولدا مائير، واحدة من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ إسرائيل، وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء إسرائيل، كانت في حالة من الصدمة والارتباك. زي ما هي بتحكي في كتابها حياتي، الست دي كانت دايماً بتعبر عن كرهها للعرب قولاً وفعلاً، وكانت بتقود حملات دبلوماسية ضدهم لما كانت وزيرة خارجية، والكيان الصهيوني نفسه كان بيسميها أم إسرائيل الحديثة. قبل الحرب بشهور، في مايو 73 بدأت تحس بقلق بسبب معلومات وصلت لها عن وجود تعزيزات عسكرية على الجبهتين المصرية والسورية، رغم أن مخابراتها قالوا لها أن مفيش حاجة مهمة وأنها مجرد مناورات وأن استحالة تقوم حرب في التوقيت ده. وزير دفاعها ورئيس الأركان كمان كانوا بيطمنوها أن جيشهم جاهز لأي هجوم، بس رغم كل ده قلق جولدا مائير ما اختفاش وفضلت خايفة، لدرجة أنها استدعت السفير الأمريكي وطلبت منه يعمل أي حاجة عشان يمنع الحرب. بعد يومين في اجتماع للحكومة، فجأة سكرتيرها العسكري دخل وقال لها الحرب بدأت، وساعتها صفارات الإنذار ملأت تل أبيب. جولدا بتحكي أنها حست وقتها بانهيار نفسي كبير، وأنها كانت متجمدة من الصدمة، واضطروا يجيبوا الاحتياطي من كل مكان حتى من المعابد، ولشدة السرعة الجنود ما كانوش يعرفوا وحدتهم العسكرية. في إحدى الليالي بعد الهزيمة، جولدا كانت ماشية في شوارع تل أبيب المظلمة وهي متدمرة نفسياً، بيسألها عقلها سؤال واحد، هتقول إيه للأهالي اللي كل يوم بيسألوا عن ولادهم؟ هل هم لسه عايشين، مصابين، ولا أسرى؟ وما كانش معاها أي قوائم بأسماء الأسرى أو الموتى. في النهاية، جولدا اعترفت إنها ما كانش عندها أي مفر غير إنها تدور على السلام مع العرب، رغم لقتهم التلاتة لا للاعتراف، لا للتفاوض، لا للسلام، ولأن الحق ما شهد به الأعداء، اعترافاتها بهزيمتها وانكسار جيشها في حرب أكتوبر 73 هتفضل دليل على عظمة مصر وقوة شعبها وجيشها اللي رفض يفرط في شبر واحد من تراب بلده.